السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتعرض لميد تيرم 2017-2018. الامتحان بتاعهم كان مكون من 4 أسئلة. السؤال الأول كان جزء نظري تعريف بالرسم، وسؤال على متوسط التساقط، وسؤال عن انفلتريشن، وسؤال على حساب السرعة باستخدام معادلة مانينج ومعادلة تشيز. لو بصينا كده على السؤال التاني، بيقول find the mean precipitation for the area shown in figure، مدين الرسم اهي باستخدام طريقة سايسون وطريقة الارسمتك. بيقول لك ان الاريا بتاعتك مكونة من سكوير، من مربع ومثلث متساوي الاضلاع. طول الضلع بتاعه 2 كيلومتر، وقيم التساقط معطاة بوحدة السنتيمتر على الرسم. المطلوب ان احسب الارسمتك مين والمتوسط بطريقة سايسون. اول خطوة هبص على الرسمة بتاعتنا، هلاقي ان انا عندي مجموعة من المحطات عددهم 6 من A لحد F، ومديني قيم التساقط جنب كل محطة. فعشان ما ننساش، اول حاجة هروح احل الارسيمتك مين ميثود، اجمع قيم التساقط للست محطات واقسم على عددهم. فهنحل دي، اقول ان انا هجمع قيم البي اي واقسم على الان. لما تجمعهم وتقسم على الان اللي هو 6، فيبقى متوسط التساقط عندك ب 32 و 33 من 100 سنتيمتر. الطريقة التانية اللي مطلوبة مننا هي طريقة سايسون، محتاج عوض في القانون اللي هو بيقول السمشن البي اي في الاي اي على الاريا توتال. فدلوقتي انا عايز اقسم بقى مساحة الشكل بتاعنا لمجموعة اجزاء، كل جزء يكون خاص بمحطة. فالطريقة ان انا هوصل الاول المحطات بتاعتي بشبكة مثلثات زي ما هنعمل مع بعض دلوقتي. دلوقتي انا عندي محطة اي موجودة في منتصف المربع، فهوصلها بكل النقط اللي موجودة على الاركان بالشكل ده كده، وبكده يبقى كل المحطات اللي عندي متصلة ببعضها بشبكة مثلثات. ابدأ بقى انصف الاضلاع واقيم اعمدة على المنتصف. هنصف الضلع هنا عند المثلث واقيم عمود عليه، كل ضلع انصفه واقيم عمود عليه بالشكل ده. كده انا نصفت الاضلاع كلها واقمت اعمدة عليها من المنتصف، الاضلاع كلها حتى المتصلة طبعا بالنقطة E. طيب دلوقتي بقى عايز ابدأ احل في الجدول بتاعنا. المسألة بتاعتنا هعمل الجدول عبارة عن الستيشن، قيم التساقط المعطى في المسألة، هحسب المساحة هنا وهكتب لك الرقم هنا عشان الدنيا تبقى واضحة معاك، وبعدين اضرب البي اي في الاي اي اللي هو البسط بتاع القانون، وفي الاخر هجمع البي اي في الاي اي واجمع الاي اي عشان اعوض في القانون بتاعنا. اول حاجة بالنسبة للمحطة A، عايز اشوف هي بتاخد قد ايه مساحة من الشكل. فلو بصيت كده قبل ما نشرحها نقولها كده مع بعض الاول، هتلاقي ان المحطة A بتاخد جزء من المربع وبتاخد جزء من المثلث متساوي الاضلاع. الجزء اللي بتاخده من المثلث متساوي الاضلاع هو تلت المثلث، والجزء اللي هي بتاخده من المربع عبارة عن مثلث قائم الزاوية. طول الضلع بتاعه ده 1 كيلومتر، بما ان الضلع AB كله 2 كيلومتر، فالمثلث ده الجزء ده ب1 كيلومتر والجزء ده برضه ب1 كيلومتر، يبقى ده مثلث القاعدة بتاعته ب1 كيلو والارتفاع ب1 كيلو. فبالنسبة للمثلث هقول ان هو بياخد المساحة بتاعته عبارة عن نص القاعدة في الارتفاع، يبقى نص في 1 في 1 زائد تلت مساحة المثلث متساوي الأضلاع. طب المثلث متساوي الأضلاع القانون بتاعه هو نص حاصل ضرب الضلعين في جهة الزاوية المحصورة ما بينهم، يبقى نص في 2 في 2 في ساين 60، دي كده مساحة المثلث كله، وانا هاخد تلته يبقى قاسم على 3. تمام، دي شكل المساحة اللي احنا بنتكلم عنها اللي هو اللون الازرق ده، جزء من المثلث وجزء من المربع. نروح نكتبها اهي، اقول لك نص في 1 في 1 ده المثلث اللي هو جزء من المربع، ونص في 2 في 2 في ساين 60 على 3 ده تلت مثلث متساوي الاضلاع. المساحة دي لما تحسبها تلاقيها ب1.77. لما اضرب الواحد 77 من 1000 في 10 تبقى ب10، و77 من 100 سنتيمتر في كيلومتر مربع. لاحظ ان احنا هنا مش هنحول الكيلومتر زي ما انت عارف طبعا، هنا البي اي ده بالسنتي والمساحة هنا بالكيلومتر، وانا ضربت مساحة في بالكيلومتر في عمق بالسنتي، لان بعد كده هقسم على المساحة بالكيلومتر فيطلع لي المتوسط بالسنتي، فمفيش تحويلة هنا. بالنسبة للمحطة بي، لو بصيت على الرسم هتلاقي ان المحطة بي بتاخد الجزء اللي هو المثلث ده اللي هو برضو مثلث القاعدة بتاعته 1 كيلو والارتفاع بتاعه 1 كيلو، يبقى هتبقى المساحة بتاعتها نص في 1 في 1 تطلع بنص، نص في 68 يبقى ب34 سنتيمتر في كيلومتر مربع. بالنسبة للمحطة سي هتلاقي ان المساحة بتاعتها زي المحطة ايه بالظبط اللي هي المثلث،
المساحة بتاعتها برضو بنص، ويبقى البي اي في الاي اي ب21.5. بالنسبة للمحطة دي هتلاقي ان المساحة بتاعتها زي المحطة ايه بالظبط، بتاخد جزء من المربع وجزء من المثلث متساوي الاضلاع، وقيمة المساحة بتاعتها بنفس القيمة عند المحطة ايه اللي هي ب1.77. اضرب 1.77 في التساقط اللي هو ب20، يقول ان البي اي في الاي اي هنا ب21.54. لو جيت بقى ابص على المحطة ايه عشان احسب المساحة بتاعتها، فهي هتلاقي ان المحطة ايه بتاخد نص مساحة المربع الكبير، نص مساحة المربع الكبير. عشان تقتنع لو بصيت على اي ربع من دول كده، هتلاقي ان المحطة اللي على الطرف هنا بتاخد نص المربع ده، والمحطة ايه بتاخد النص التاني، نفس الكلام في بقية ايه الاركان. فالمحطة ايه اللي في النص دي بتاخد نص مساحة المربع. ممكن تحسبها باكتر من طريقة زي ما تحب يعني. ممكن تروح تحسب الوتر ده تشوف طوله بكام، طبعا تقدر تحسبه من المثلث القائم، والوتر التاني بما ان اللي جوه ده مربع فتقدر تحسب برضو المساحة بالطريقة ديت زي ما يعجبك. فانا هروح احسبها اهي، قلت لك ان هي اما 2 في 2 على 2، 2 في 2 ده اللي هي مساحة المربع الكلي، على 2 اللي هي نص لان عارف ان هي نص مساحة المربع، او تقول ان هي عبارة عن مجموع الاربع مثلثات الصغيرين اللي هم لونهم ابيض دول. المثلث الصغير ده هو نص في 1 في 1، وانا عندي منه 4 حوالين المحطة اي. في كل الحالات هتلاقي ان مساحة المحطة اي ب2 كيلومتر مربع. لما اضرب الاتنين دول في 38 يبقى البي اي في الاي اي ب76. نروح بقى للمحطة اف، هتلاقي ان المحطة اف بتاخد جزء من المثلث متساوي الاضلاع، بيساوي ايه تلت مساحة المثلث. تلت مساحة المثلث يعني نص في 2 في 2 في ساين 60 على 3، يطلع معاك بالرقم ده. لما تضربه في 15 يبقى ب8.6. كده عملنا الجزء اللي المهم اوي في المسألة. نبدأ بقى نجمع، اجمع الـ AI واجمع الـ AI في الـ BI. القيم معانا هتطلع ب5.7 و172.4 تقريبا. هاخدهم بقى اعوض بيهم في قانون سايسون، ويطلع معايا متوسط تساقط ب30.9 سنتيمتر. مسألة بسيطة جدا بس محتاجة شوية تركيز وانت بتحلها. بالنسبة للسؤال التاني بيقول لي given an initial infiltration capacity ب8.2 سنتيمتر على الاور and a time constant اللي هو الكي ب28 من 100 اور ماينس 1، وبيقول لي في المسألة using Horton equation drive an infiltration capacity versus time curve، يعني عايزك ترسم المنحنى اللي فيه الـ infiltration capacity مقابل الزمن. if the ultimate infiltration capacity لو كان قيمة معدل التسريب النهائي ب1.32 سنتيمتر على الاور. ده السؤال الاولاني. بعدين بيقول لك ايه for the first 8 hours بالنسبة للثمان ساعات الاولانيين estimate the total volume of water infiltrated، يعني احسب حجم المية اللي الكلي اللي هيتسرب بعد 8 ساعات. بس هو عايز هنا بوحدة الانش، يعني مش مشكلة هنبقى نشوف موضوع الوحدة ده في الاخر. بيقول لي over the watershed if the area ب150 كيلومتر مربع. يعني في المسألة هنا جزئين، الجزء الاول بيقول لك ارسم العلاقة ما بين اف سمول مع الزمن، والجزء التاني بيقول لك احسب حجم المية اللي هيتسرب بعد 8 ساعات من مساحة 150 كيلومتر مربع. فهنروح نبص على المسألة كده نشوف هنحلها ازاي. نطلع المعطيات اللي عندنا. الانيشال انفلتريشن كاباسيتي ده اللي هو الاف نوت، وده زي ما قلت لك الكي ب28 من 100، والاف سي ب1.32 من 100، واحنا شغالين بمعادلة هورتون. فهنطلع المعطيات اللي عندنا، اف نوت ب8.2 و اف سي ب1.32 والكي ب28 من 100. كده ديت المعطيات. نبص بقى على معادلة هورتون، معادلة الاف سمول بما ان هو طالب الرسمة بتاعت اف سمول. معادلة هورتون بيقولك ان اف سمول عند اي زمن تي بتساوي اف سي زائد اف نوت ناقص اف سي في اي اس سالب كي في تي. معايا كل حاجة بدلالة الزمن. فلو عوضت بالمعطيات اللي عندي هيبقى شكل المعادلة عندك كده، تمام؟ لو عوضت هنا عند اي زمن، مثلا عند زمن تي بصفر تحسب اف نوت، زمن تي بواحد تحسب اف عند تي بتساوي 1، وهكذا. فبما اني محتاج ارسم فهنعمل جدول بسيط كده، ومثلا هحسب الاول 8 ساعات الاول 10 ساعات مش هنختلف بما ان هو ما حددش في المساله. فهقول هنا الخانه الاولانيه او الصف الاول الزمن بالساعه، وتحت الاف سمول بالسنتيمتر على الاور، وعوض بقى عند تي بصفر احسب القيمه عندي تلاقيها ب8.2، عند تي بواحد احسب قيمة اف سمول ب6.5، عند تي ب2 احسبها هتلاقي طبعا ان قيمة معدل التسريب بتقل مع الزمن. طبعا تقدر تحل المسألة ديت في على الحاسبة بتاعتك باستخدام التيبل،
تدخل اف في اكس بنفس الشكل اللي قدامك ده، وتقول ان احنا هنبدأ من اول صفر ومثلا ننتهي عند 8 او 10 او اي رقم انت عايزه، والستيب بتاعك مثلا بواحد، فهيحسب لك كل القيم دي مرة واحدة وتكتبها وترسمها ان شاء الله. بعد ما رسمت العلاقة او حسبت بقى، لسه ما رسمناش، بعد ما حسبت العلاقة بتاعت اف سمول مع الزمن، اقدر اروح ارسمها بالشكل اللي قدامنا ده. هحط الانفلتريشن على الرأسي والزمن على الافقي، وعوض بقى بالقيم اللي انا حسبتها من الجدول، وارسم شكل الاف سمول اللي هو طلبه. ده المطلوب الاولاني، ان انا ارسم العلاقة بين الاف سمول والزمن. المطلوب التاني بيقول لي احسب بعد مرور 8 ساعات، احسب حجم المية اللي هيحصل له انفلتريشن. عشان احسب حجم المية اللي هيحصل له انفلتريشن، ببقى محتاج حاجتين، ببقى محتاج عمق المية اللي حصل له انفلتريشن، وببقى محتاج مساحة الحوض. هو قال لي ان مساحة الحوض ب150 كيلومتر مربع، وبالنسبة بقى لعمق الانفلتريشن هو كده لسه ما حسبناهوش، بس انا عارف ان انا هحسب بعد 8 ساعات. يبقى انا دلوقتي عارف المساحة وعارف الزمن، لسه بس محتاج احسب عمق المية اللي هيحصل له انفلتريشن بعد 8 ساعات، اللي هو بالنسبة لنا اف كابيتال عند تي بتساوي 8 ساعات. اروح بقى اشوف معادلة الاف كابيتال. معادلة اف كابيتال عند اي زمن تي هي اف سي في تي زائد اف نوت ناقص اف سي في 1 ناقص اي اس سالب كي تي على كي. معايا كل حاجة، اعوض في المعادلة كله بدلالة ايه؟ بدلالة التي. اعوض عن الزمن هنا ب8، وعوض عن الزمن هنا ب8، احسب اف كابيتال عند 8 ساعات، هتلاقيها معانا ب32.5 سنتيمتر. تمام؟ فكده عمق المية اللي حصل له انفلتريشن ب32.5 سنتيمتر بعد 8 ساعات. طيب هو دلوقتي عايز يحسب الحجم. طب عشان احسب الحجم اعمل ايه؟ هضرب عمق المية اللي اتسرب ده في المساحة مع مراعاة الوحدات. انا هحسبها الاول بالمتر المكعب، لان حتة الانشز ديت مش دايما بتيجي يعني، فاحنا هنحسبها بالمتر المكعب وبعدين نبقى نحولها. فهحسب الحجم اهو، ده حجم المية اللي هيحصل له انفلتريشن بعد 8 ساعات بيساوي عمق المية اللي حصل له انفلتريشن، بس انا حطيته هنا بالمتر، قسمته على 100 يعني عشان يبقى بالمتر، وضربته في المساحة اللي هي ب150 في 10 اس 6. 10 اس 6 ديت عشان احول من كيلومتر مربع لمتر مربع، وبكده يبقى الحجم عندنا بالمتر المكعب. ده كده طلع معاك ب84 في 10 اس 7 متر مكعب، ده حجم المية اللي هيحصل له انفلتريشن من ال150 كيلومتر مربع مساحة. تمام؟ هحولها الانش ازاي بقى؟ ممكن تستخدم الكونفرت اللي موجود عندك على الحاسبة، تحول من متر مكعب لانش تكعيب، او تبقى حافظ بقى التحويلة من المتر للانش باستخدام التحولات اللي بتاخدها في ميكانيكا المواد. تمام؟ مش يعني هي مش مشهورة او ان هو يجيبها لك بالانش. بالنسبة للسؤال الاخير، السؤال الرابع، بيقول لي في الشكل اللي موضح عندك ده، الشكل اللي عندنا ده بيوضح كروس سيكشن لأوبن تشانل، البيد سلوب بتاعها ب1 الى 500 الف، والمطلوب مني ان انا احسب الفلو فيلوسيتي، عايز احسب سرعة التصرف اللي عندنا يوزنج تشيزي اند مانينج اكويشن، باستخدام معادلة مانينج وتشيزي. مديني معامل تشيزي ب35 ومعامل مانينج ب25 من الف، والمطلوب مني ان انا احسب السرعة باستخدام المعادلتين. طبعا دي مسألة تبقى هدية كده لما تجيلك في الامتحان. اول خطوة زي ما انت عارف في الجزء ده من المنهج بتاعنا، ان انا هروح احسب المساحة واحسب المحيط المبتل، وبعدين اروح احسب قيمة ار اللي هو نصف القطر الهيدروليكي، وبعدين اخدهم اعوض بيهم في معادلة مانينج ومعادلة تشيزي. فتعالى معانا نحسب مساحة الشكل اللي عندنا الاول. عايز احسب المساحة، هقسم الشكل بتاعنا ده لجزئين او لثلاث اجزاء زي ما تحب يعني، كل واحد هيشتغل براحته. ممكن اقسم الجزء ده مثلا المستطيل اللي فوق ده ارتفاعه 10 اللي هو اللي هيظهر قدامنا ده، ارتفاعه 10 متر، وده القاعدة بتاعته هتلاقيها 130 متر او العشرة في 130. الجزء اللي تحت ده برضو مستطيل، الارتفاع ده 15 والقاعدة بتاعته 100 متر، يبقى 15 في 100 متر. عندي كمان مثلث ايمن ومثلث ايسر، المثلث الواحد المساحة بتاعته نص القاعدة في الارتفاع، نص في 15 في 15 يبقى نص في 15 تربيع، وانا عندي منه 2 يبقى اقول له 2 في نص في 15 تربيع، كده حسبت المساحة. واحد تاني ممكن يقول لك هحسب المستطيل اللي فوق 10 في 130، واللي تحت ده هعتبره شبه منحرف، القاعدة الصغيرة بتاعته ب100 والقاعدة الكبيرة ب130، يبقى اقول 100 زائد 130 على 2 في 15. الاول بالنسبة ل 15 دي عشان هي مش معطى في السؤال، ال 15 دي انا جبتها ازاي؟ الميل ده عندنا 1 لـ1، ولو الجزء ده الافقي ب15 متر يبقى الرأس بتاعه زيه بالظبط، لان هنا الميل الافقي قد الرأسي، فيبقى الجزء الرأسي بتاعك ب15 متر هو كمان.
واروح احسب المساحة بالطريقة اللي انا شرحتها. بعد ما حسبت المساحة اروح احسب المحيط المبتل. ايه هو المحيط المبتل؟ هو الجزء من التربة اللي هيبقى متعرض للبلل او معرض للمياه. طيب ايه هو بقى؟ نحسبه مع بعض كده الاول بعدين نروح نكتبه. عندي هنا الارتفاع ده 10 متر، وعندي منه 2 يبقى 10 و10 يمين وشمال، زائد 100 متر موجودين تحت يبقى 10 زائد 10 زائد 100 زائد الجزء المائل من المثلث ده. الجزء ده المثلث بتاعك الارتفاع ده 15 متر والافق ده 15 متر، يبقى الوتر جذر التربيع 15 تربيع زائد 15 تربيع، وانا عندي منه 2 يبقى اضرب في 2. فنكتبها اهي 2 في 10 زائد 100 زائد 2 جذر 15 تربيع زائد 15 تربيع. حسبت من كده المحيط المبتل بالمتر. طيب بعد كده رحنا نحسب نصف القطر الهيدروليكي اللي هو الار، اللي هو القسمة بتاعت المساحة على المحيط المبتل، يطلع معانا ب18.62 من 100. أول ما جبت R اللي باقي بقى كله سهل، يعني تطبيق مباشر فيه معادلة مانينج ومعادلة اتشيز. نروح نبص على معادلة مانينج في الأول. المعادلة بتقول إن السرعة بتساوي 1 على N في R أس 2 على 3 في S أس نص. N معطى اللي هو معامل مانينج 25 من 1000، و R أنا حسبته أهو، و S هو مديهولي اللي هو البيد سلوب اللي هو 1 إلى 500 ألف. فبقت مسألة تعويض مباشر. أعوض بقى في المسألة بتاعتي عن N وعن R وعن الإس، وأحسب قيمة السرعة تطلع معانا تقريبا ب4 من 10 متر على الثانية. لو كان طالب من التصرف، هو هنا مش طالب من التصرف، بس لو كان طالب من التصرف كنت هضرب السرعة ديت في المساحة أقوم أحسب التصرف. أروح لمعادلة بقى تشيزي. بالنسبة لمعادلة تشيزي، المعادلة بتقول إن V بتساوي C في R أس نص في اس اس نص، او ساعات بيكتبها سي جذر ار اس، هي هياها عشان ما تبقاش تتلخبط في الامتحان. طيب معايا برضو السي ب35 والار انا حسبته والاس ب1 إلى 500 ألف، فعوض بيها تعويض مباشر واحسب السرعه تقريبا ب2 من 10 متر على السنة. لو كان طالب منك التصرف، هو هنا مش طالبه بس احنا يعني حسبته زياده ليك، لو كان طالب منك التصرف هروح اقول لك ان التصرف بتاعنا بيساوي ايه السرعه في المساحه واحسب قيمه التصرف. طيب كده يبقى خلصنا الامتحان. بالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم.